اهلين وسهلين ومرحبتين. اهلا وسهلا متتبعات ومتتبعين ديالي، مرحبا بكم مره جديده، فيديو جديد. الفيديو اللي غادي تكون فيها البنات الكنافه، واخيرا جبتكم الكنافه طريقه بالتفصيل الممل. كنافة اللي هي كنا كنعرفوها بحال اللي قلتلكم بالاول، اهلين وسهلين ومرحبتين ابن عمي. كنافة شرقية، تحية للناس ديال الشرق والخصوص الناس ديال الشام. الكنافة احنا ما عارفينش في الاصل هي واش تركية ولا شامية، المهم جاء من المشرق الشرق الاوسط. غادي نعمل معكم اليوم البنات الكنافة بطريقتين، الطريقة الفردية اللي هما كتجي صغيرة كتجي على شكل صغيور، والطريقة الكبيرة اللي كتجي عائلية فردية ولكن عائلية. المهم بنات غادي تشوفوا المراحل معايا. الكنافه رائعه رائعه رائعه، كتجي لذيذه، والكنافه سهله 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 البنات في التعديل ديالها. المشكل الوحيد ولا الاشكال اللي غادي نجبروا هو في الكنافه، منين غادي نشريوها الكنافه، منين غادي نشريوها حنايا. المهم هنا اللي في اوروبا غادي تلقاوها في اوشون، اولا هنا الناس ديال اسبانيا الكامبو. انا من غير اوشون يعني اللي هو الكامبو ما كنجبرها حتى شي مطار، ما كنجبرهاش في كاريفور. ملي كنتو كتجبروها بالناس في كاريفور قولوها لي، لان كاريفور قريب لي حسن ما نبقى نمشي نفتش على الكامبو في شي سونتر كوميرسيال. البنات اللي فرنسا بلجيكا اوشون هو الكامبو ديالنا. البنات اللي معايا من المانيا من فرنسا من بلجيكا ايطاليا من ما كنتو عفاكم شاركوا معنا فين كتجبروا الكنافه، لان الصراحه هي قليله ما كنجبروهاش بزاف. كاين مثلا عندك المحل ديال الترك، حنا المحل ديال الترك هنا في اسبانيا عندنا قلالين بزاف، تمشي تفتش عليهم سير تمشي لمدريد سونتر ولا ما كنجبروش انا الترك بزاف هنايا. المهم المكان الوحيد اللي كنجبرو فيه البنات اللي في اسبانيا ومهتمين كنجبرو في الكامبو في الغيوم ديال قبلت الورقه، فين كتبع الورقه، فين كتبع الورقه ديال الفيلو، الورقه ديال البسطيله قبلتو مباشره قبلتو. انا غادي نوريكم في الفيديو هذه ديال لومبالاج ديالها كيفاش عامل، هي فيها كطايفي مكتوبه فيها كطايفي، يعني القطايف. نتوما واخا ما تشوفوش شي كنافه قراو غير كطايفي، هي ديك الشعر ديالها كيعيطوا له قطايفي كطايفي. المهم بنات جيت نشارك معكم اليوم الكنافه، كتجي رائعه سهله في المراحل ديالها، لذيذه في المذاق ديالها، كتجي راقيه في الشكل ديالها، كذلك مع واحد الخدعه بصريه. غادي تقولوا شنو هذا؟ المهم غادي نخليكم مع الفيديو حتى تكتشفوا الخدعه اللي غادي نعمل في الاخير للتزيين، كتجي رائعه. المهم بنات خليكم مع فيديو ديال الكنافه، كنتمنى انه يرب الاستحسان ديالكم والاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تنساونيش بالتعليق ديالكم، شاركوا معايا الاراء ديالكم كيفاش جاتكم الكنافه ديالي، سهله صعيبه. المهم كنرحب بجميع التعاليق. بنات ما بقى لي غير نقول لكم بوسات كبارين للناس العزازين، السلام عليكم وفرجه ممتعه للفيديو، باي. وهذه البنات هي الكنافه قطيفي، كتجي على هذا الشكل هذا. ما بقيتش عاقله شحال هنايا، يمكن كيلو كان فيها كيلو، انا استعملتها كامله الصراحه ما خبعتش منها. مره اخرى ملي كنت عملتها كنت خبعت منها، عملت النص وخليت النص. المهم بنات هي سهله سهله جدا، كتكون خصكم تحتفظوا بها في الثلاجه، يعني غير تشريوها احتفظوا بها في النبيره، وملي كتبغيو تستعملوها كتقطعوها على هذا الشكل هذا، كتحاولوا ما امكن تقردوها. انا من الاحسن هذه هي الطريقه اللي عجبتني، كتقردوها كاين اللي كيطحنها كاين اللي غير كيفرتس مع يدو مع صبيعات يدو صافي. المهم انا فضلت انني نقطع طريفات، ومن بعد كتبقاو تحلتوها يعني كتفتتوها كتشبعوها بالزبده، عندي غير الزبده المذابه كتشبعوها بالزبده، يعني الكميه ديال الكنافه النسب ديالها زبده، باش كتبقاو تدخلوا فيها الزبده بحال اللي كتشوفوني هنايا كتشبعوها زبده، يعني كتحاولوا ما امكن بحال اللي كتحلحلوها بالزبده. نقول حنايا كتحلحل السكسو في الشماليه كتحلحلوها. المهم كتبقاو هكذا كتدخلوا فيها ديك الزبده مذوبه. الزبده البنات ضروري ضروري تكون الزبده من اصل حيواني، لانكم الا عملتوا الزبده نباتيه فصدقوني ما غيجي فيها لا مذاق ولا حتى شي حاجه، يعني ما غاتجيش كنافه غاتجي غير شي حاجه هيدا وصافي. اللي كيعطيها المذاق هو الزبده من اصل حيواني. كيف شفتوا هنايا رانا فتتها مزيان، كنحيد النصف غادي نحتفظ به من بعد، غادي ندخل النصف الاولاني للفران كما كتشوفوا، غادي نسطحو مزيان
فنحتفظ به تما في الاناء. هو فيه الزبده ما كيلصقش هي ما كتلصقش البنات لانها شبعه زبده. فالنصف الاول من هاد الكونتيتي هادي من هاد المقدار هذا ديال الكنافه عملته كطبقه اولى وسطحته مزيان وكتضغطوا عليها البنات مزيان بحيث كانه كيخصو يجي مسطح. من بعد كتدخلوه من الفران على درجه حراره 180 درجه المده عينكم ميزانكم حيت كل واحد الفران ديالو حتى كتشوفوا عطات واحد اللون ذهبي. العماره غادي نعمل فيها غتكون عماره قشطيه فيها الجبن. غادي نعمل نصف لتر ديال الحليب زائد 150 مليلتر ديال كريم فريش القشده الطريه. غادي نعمل نصف علبه ديال فيلادلفيا، ملعقتين ديال مايزينا زائد ملعقتين ديال السكر، وغادي نخلي الكل على نار مهيله حتى كيجمعوا راسهم مزيان. فهاد ماشي مزيان تخليهم شي زعما تيقصحوا بزاف، غير يجمعوا راسهم تحصلوا عليهم بحال كريم باتيسير صافي، هذاك هو القوام المطلوب. ومن بعد غادي نخليهم على جانب وغادي نجوز نعدل الكنافه الفرديه. دابا هاد الكنافه هادي الفرديه كتجي حتى هي ساهله وكتجي مزيونه كيف شفتوا معايا في الطابله ديال العيد. اللي باقي ما شاف الفيديو رجع لنا الفيديو ديال العيد، على اين انا نخلي لكم الصور الا جبرتهم وكنت باقي محتفظه بهم. كيجيو ساهلين بحال عشيشات. هاد لي مول ديال السيليكون ولا ديك لي مول اللي عندكم عاديين ديال تال غادي تعمروهم وكتعملوا حفيرات في الوسط، كتعملوا غير حفيرات في الوسط. انا ما عنديش ديك لي مول اللي كيجيو فيهم بحال حفيره منهم وفيهم، لا انا هاد الحفيرات صنعتهم بيدي غير انتم كتشوفوا اش كنعمل عادي. هما من بعد كيشبروا راسهم غير طريقه واحده باش غادي يشبروا راسهم ويحافظوا على القوام ديالهم. ملي طيبوهم الطيبه الاولى غادي تخرجوهم، طيبوا مثلا نقولوا واحد ربع ساعه المكنه، غادي تخرجوهم وغادي تسقيوهم بالسيرو مزيان بالسيرو القطر. تقدروا تشريوها تقدروا تعدلوها البنات، نفس الكميه ديال السكر نفس الكميه ديال 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 الماء زائد قشور الليمون او لا عصير الليمون الحامض، كتجي غزاله كيجي غزال هذا القطر. المهم غادي ندخلوا الدخله الاولانيه للفران ربع ساعه، بعد غادي نخرجهم غادي نسقيهم بالقطر. ملي غادي نسقيهم بالقطر غادي ندخلهم مره ثانيه للفران فتما كيتماسكوا وكيشبروا راسهم. المهم بنات هنايا انا خرجت الطبقه الاولى ديال الكنافه صافي طابت تحمرت، غادي نضيف عليها هذيك الخليط ديال الجبن ومن بعد غادي نغطيه كذلك بالطبقه الثالثه ديال عجين الكنافه. كذلك انتم غادي تشوفوا معايا في الفيديو المراحل كامله، كنغطيها عاد غادي ندخلها للفران مره اخيره المره الثانيه والاخيره باش غادي تشبر راسها. يعني ما كاين ولا اسهل، غتجي كنافه رائعه غزاله. انا بعدا كتحمقني في الاعياد ما نكذبش عليكم تسانستها، وحتى الا جا عندكم شي واحد وعملتوها كتجي راقيه وكتجي لذيذه وكتجي مختلفه في المنظر، كتبقى شي حاجه جديده عليك. المهم بنات كتسطحوها مزيان، كتحاولوا انكم تسطحوها مزيان وغادي ندخلها للفران دابا كذلك غير حتى نشوف بلي انها تحمرت. ملي كتحمر من فوق صافي كتحسوا بها بلي انها صافي طايبه، كتكون ديجا طايبه. غتخرجوها وتسقيوها بالقطر، خليكم مع المراحل. بنات انا هنايا غادي نستعمل القطر اللي عندي مشري كنشريه، يعني حنا عندنا متوفر هنايا كنشريوه سيرو، ماشي السيرو هو القطر. السيرو في المغرب بشكل اخر كيكون كاراميليزي، هذا لا هذا القطر غير الماء والسكر. المهم غادي نسقي بها هي خصها كيف ما تخرج تسقيوها باش كتشرب هذاك القطر. يا اما تخليوها تبرد والقطر يكون سخون، يعني حاجه من الجوج، يا اما هي تكون سخونه والقطر بارد، يا اما القطر يكون سخون وهي بارده. بالنسبه للتزيين هنايا عندي هذه هي الخدعه اللي كنت هضرت لكم عليها قبل، هذا الاليتي راه غير اللوز، هذا ماشي الفستق.
الحلبي اللي كيكون اللون ديالو اخضر هو اللي كيواتي الكنافه، كيعطيها واحد البريستيج، كيعطيها واحد كتجي مبهجه. هنايا ما جبرتش ديك الفستق اللي مشعشعه عايده بديك الخضوريه، عرفنا شنو غادي نعمل. كانوا عندي الملونات الغذائيه، شبرت قطعت اللوز، هرشت اللوز بيدي غير بالسكين، هرشته ما طحنتوش يعني في الطحانه، غير هرشته بالسكين عادي وحمرته، حمصته شويش وضفت له واحد شويش ديال الملون الغذائي في اللون الاخضر، هو العاده رائع. هذه هي الحيله اللي كنت قلت لكم في الاول، حيله مزيونه وكتعطي المنظر الصراحه، ما كيجيش غير اللوز هيداك في الماغون حاسبي، يعني كتجي ديك المنظر ديال الكنافه بحال اللي حقيقي يعني بالفستق الحلبي. المهم كتبقى فكره وكل واحد كيعمل الحاجه اللي كتريحه. بنات الفيديو ديال الكنافه تسلا، كنتمنى انه يكون نال الاستحسان ديالكم ويكون عجبكم، تكون عجبتكم الفكره كذلك ولا الخدعه ديال التزيين. المهم غادي نضرب لكم موعد ان شاء الله قريبا فيديو جديد من هنا تنتما. كنقول لكم تهلاو في راسكم وبوسات كبارين الناس العزازين، السلام عليكم وباي باي.